ما حكم إمارة السفر وهل تسن طاعة أمير السفر؟ إيه نعم، مش فائدة أمير السفر إلا أنه يطاع، إلا في معصية الله، إذا أمر بمعصية فلا يطاع، أما إذا أمر بشيء فيه منفعة أو أمر بعبادة الله أو أمر بمعروف تجب طاعته في السفر. نعم، أو قال لهم انزلوا أو ارحلوا أو ما أشبه ذلك تجب طاعته، وعليه هو أنه ينظر في مصلحتهم وفائدتهم ينصح لهم. نعم.